وفي اقرار القانون النهارده. احنا بنتكلم مثلا لو اخذنا على مثال الشخص اللي بينادوا بالافراج عنه او اخلاء سبيله او العفو عنه، شخص متهم في جنايه استنفذ كل درجات التقاضي سواء من الجوله الاولى والثانيه ثم اصبح الحكم نهائيا وباتا وينفذ هذه العقوبه. طب النهارده هل الدوله اخلت بحق بالحقوق هذا المتهم في القضاء العادل وفي ان هو يحاكم امام قاضي طبيعي وفي ان هو يمثل بمحامي وباكثر والكثير من الاجراءات اللي الدوله المصريه كانت حريصه تمام الحرص على ان تؤديها.